بتكلم عن الأماكن اللي زرتها في طهران. صراحة طهران ما توقعت إنها تكون بهاي الجمال. رحت الجسر، جسر الطبيعة، رحت البحيرات، وايد حلو الأماكن. دربان من أجمل الأماكن اللي ما يزورها المكان يكون خسر نص عمره. صراحة المكان وايد حلو، طبيعة، بحيرة نفس الشيء مكانها وايد حلو مع إنها صناعية بس كثير جميلة، كثير حلوة. إن شاء الله في المرات الجاية يمكن برج ميلاد بعد صح زرته وايد حلو. يمكن ما كان عندي وقت زيادة على أساس إني أشوف باقي الأماكن، بس إن شاء الله لي رجع مرة ثانية طهران أشوف باقي الأماكن. أنا قلت حق أخواتي مستحيل أرجع طهران مرة ثانية، أول يوم كان لي في طهران، بس لما طلعت وشفت الأماكن السياحية في طهران قلت لا لازم أرجع. حتى قبل شوية كنت أراسل أختي وأقولها آخر الشهر بجيب أمي عشان أتمشى وأشوف طهران زيادة. من ناحية المترجمين صاحب الشركة والدكاترة ما كان عندي معهم أي مشكلة. كانت مشكلة واحدة في الفندق اللي هو الانترنت، يعني احنا متعودين كل مكان نروح الانترنت انليمت، بس كان فندق 5 نجوم ولا انه 1 جي بي بس، انه لازم تكون تستعمل 1 جي بي يوميا. ف 1 جي بي احيانا ما يكفي ان تستعمل في اليوم، اما باقي الاشياء كفندق، كريسبشن، كمترجمين، اطباء، الموظفين اللي في الشركه اللي تعاملت معاهم شركه اريا، عن جد أقولهم شكرا من كل أعماق قلبي. ما قصروا معي أبدا، لا معي ولا مع حواتي. حواتي كانوا معي وراحوا قبلي، أنا اللي بقيت عشان أكمل باقي العلاج، بس أبدا ما قصروا معانا في أي سؤال كنا نحتاجه، في أي خدمة كنا نحتاجها، هم كانوا أول ناس يخدمونا بعيونهم. صار في متابعة، لأن أول ما تكلمت في المشكلة تكلمت مع موظف من شركة آريا وقلت له المشكلة كذا كذا كذا، ما كمل يعني، كان في موضوع خلصناه على طول، شلني ورحنا ريسبشن الفندق وتكلم معاهم وتناقش معاهم بخصوص موضوع الانترنت ونحل المشكله. ما كان في اي مشكله ثانيه.